السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابعينا الكرام على قناتنا المتواضعة على اليوتيوب. 5 أيام حبس أنفاس والكل في انتظار وترقب خروج الطفل ريان الذي علق داخل حفرة على عمق 30 متر. وطبعا الحماية المدنية المغربية يعني فعلت كل ما بوسعها لإنقاذ هذا الطفل العالق. والبعض يستسهل الأمر وأن الموضوع كان يمكن أن يحل كذا وكان يمكن أن يحل بهذه الطريقة أو بهذه الطريقة. لقد فعلت الحماية المدنية ما عليها، ولكن قدر الله وما شاء فعل. لله ما أخذ ولله ما أعطى، وكل شيء عنده بمقدار، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. إنا لله وإنا إليه راجعون. نسأل الله عز وجل أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجعله ذخرا لوالديه، وأن يلهم والديه الصبر والسلوان والنسيان، وأن ينزل على قلوبهم رحماته، وأن ينزل عليهم السكينة، وأن يصبرهم، وأن يجعله سابقا لهم إلى جنة الرحمن سبحانه وتعالى. ولكن في هذه الأحداث والعالم بالأجمع كان يترقب هذا الأمر وسط دعاء، وسط مخاوف، وسط الكل يدعو والكل يسعى للدعاء لهذا الطفل أن ينقذه الله عز وجل، ولكن هي مشيئة الله سبحانه وتعالى. ولكن البعض استغل هذه الأحداث في عمل صفحات باسم والد الطفل من أجل جمع الأموال ومن أجل الشهرة. وطبعا المحتال لا يمكن أن يكون صاحب ضمير. المحتال دائما والذي يسعى وراء جمع المال لا يمكن أبدا أن يكون صاحب ضمير في يوم من الأيام. في وسط هذا كله والجميع ترقب الأمر، البعض يحتال ويقوم بعمل صفحات باسم والد الطفل من أجل الشهرة ومن أجل جمع المال. فنسأل الله عز وجل أن يغفر لهذا الطفل وأن يجعله في يتغمده برحمته الواسعة، وأن يجعله سابقا لوالديه إلى الجنة، وأن يلهم أهله وزويه الصبر والسلوان. وداعا يا ريان، وداعا أيها الطفل الجميل.